إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. المريض اللي بيعاني من تليف كبدي متقدم ممكن يتعرض لحدوث ما يسمى بالغيبوبة الكبدية. الغيبوبة دي ليها مراحل وأشكال مختلفة، تتراوح من مجرد قلة التركيز أو رعشة بسيطة في اليدين أو مجرد بس خلل أو لخبطة في ساعات النوم، يصحى بالليل وينام بالنهار مثلا، لحد التهيج الشديد والقيام بتصرفات غير لائقة مثلا، أو العصبية الزائدة جدا مع المحوطين بيه بطريقة غريبة على هذا الشخص، أو التحدث بكلام غير مفهوم، أو السؤال مثلا عن أشخاص توفوا من زمان وكأنهم موجودين معنا دلوقتي. كل دي صور مختلفة لمراحل الغيبوبة الكبدية، واللي ممكن توصل لغيبوبة كاملة والغياب عن الوعي تماما لمدة مؤقتة من ساعات لأيام. فمرضى الغيبوبة الكبدية لو المريض لسه ما فقدش الوعي بنسميها في الطب مرحلة ما قبل الغيبوبة الكبدية، لكن لو كان فقد الوعي تماما دي بنسميها الغيبوبة الكبدية. فاصل وهنكمل كلامنا عن الغيبوبة الكبدية. الأسباب اللي ممكن تتسبب في حدوث خلل الوعي أو الغيبوبة الكبدية عند مريض تليف الكبد ليها أسباب كتير. أولها أكل وجبة تحتوي على كمية بروتينات بكمية كبيرة، لأن الكبد لما يكون فيه تليف مش بيقدر ينقي الدم من نواتج هضم البروتين، وبالتالي نواتج هضم البروتين دي ممكن توصل للمخ وتعمل فيه خلل بيتسبب في هذه الغيبوبة الكبدية. نزيف دوالي المريء وتراكم كمية كبيرة من الدم جوه المعدة بيعرض مريض الكبد لغيبوبة الكبدية، لأن الدم ده في حد ذاته بيعتبر وجبة غنية بالبروتين. ممكن كمان الإسراف في استخدام مدرات البول عشان نعالج الاستسقاء عند مريض الكبد. هذا الإسراف ممكن يؤدي إلى حدوث خلل في تركيزات المعادن في الدم، وده برضو بيعمل غيبوبة كبدية. لما نيجي نبذل للمريض الاستسقاء، لو سحبنا كميات كبيرة من هذا السائل من سائل الاستسقاء بيعرض هذا المريض للغيبوبة الكبدية. لو مريض الكبد تعرض لعدوى ميكروبية أو ارتفاع شديد في درجة الحرارة، كل ده عوامل ممكن تؤدي إلى حدوث الغيبوبة الكبدية. في الحلقات الجاية هنكمل كلامنا عن الغيبوبة الكبدية. دمتم في صحة وسلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.